احنا وصلنا وضعيه حرجه جدا جدا، وصلنا عمر حرج معناها للتشغيل، وصلنا 40 سنه و45 سنه واكثر، واحنا جينا هنا مطالبه بشعار، شعار قامت من اجل الثوره هذه اللي هو شغل، حريه وكرامه وطنيه. احنا جينا اليوم لهنا باش نسنوا قانون في مجلس النواب الشعب اللي هو كان موجود في 2011 و2012 خدموا به اطرافه، نحبوا نفعلوه ونعاودوا نعاودوا نفعلوه لانه هو موجود في الدرج، نعاودوا نفعلوه القانون هذاي سن وسنه سن العمر وسنه وسنه التخرج كما عملوا في 2011 وخدموا جماعه جماعه النهضه وجماعه الاحزاب المواليه لها. احنا نحبوا نعاودوا نعدوه القانون هذاك لصالحنا نحن، هذا كما طلبنا الوحيد هو سن ذلك القانون تفعيله من جديد. Yeah,